الا جيتي تلاحظي مثلا مراكش يعني تتسمع بحال هذا المشكل عاد تحنش شي شخص على 7 سنين 10 سنين اللي ما كاينش شي خطر كبير. الخطر هو كون كان تقريبا كل اسبوع كل شهر تتسمع هذا المشكل هذا. هنا هاد الافاعيل ديال اللي كاينين في ساحه جامع الفنا تيكونوا مروج ديالهم تيكونوا بحال كنا عارفينهم تعرفوا كيهزوهم ما تيخليهمش للسياح يهزوهم حيت عارفينهم واعرين ما تيقدروش زعما كيطلقوهم على الناس هكا ولا يبغي يضربهم ما تعرف دوك الافاعيل الخايبين ما تيطلقوهمش غير دوك الحنيشات الصغار وهما راه صعب شويه حيت الا عطاوهم للسياح ولا شي حاجه ولا الناس الاخرين راه يقدروا يقتلوهم حيت تيكونوا مسمومين خايبين. بالنسبه ليا بالنسبه للافاعي كيشكلوا الخطوره بزاف على السكان هنا في جامع الفنا سيرتو في البارح فاش سمعنا في الاخبار باللي واحد السيد عضاتو في مارتيل ومات دونك هذا الشيء سيرتو في هذا الصيف كالسخونيه الافاعي خطر على السكان سيرتو في جامع الفنا وهنا الناس مجموعين كاملين يعني ما انا الصراحه كنشوف داك الشيء ما عرفتش كي كيديروا ليهم و كتكون الحلقه ما بيني وبين الناس وبين الافاعي متر قل نص متر يعني كاين خطوره. هذا الصباح تصورت مع واحد الفعه هنا وتصورت مع القرد ما كان حتى شي مشكل ولكن دوك الخبار فيهم شويه الخطر كيشكلوا مشاكل على الناس يمكن يقدر يصير مشكله انا ما صرات لي حتى شي مشكل. هادو تيعيشوا غير في بحال قلتي جيتي ساقيه ولا شي بلاصه بارده بحال هكا ما فين تيعيشوا يعني السم ما فيهمش اصلا تياكلوا غير الربيع تياكلوا البيض ديال الطيور شي حاجه اخرى ما تياكلوهاش هادشي اللي كاين. لا انا ما عادش يشكلوا خاطر بزاف ما اصلا هادو اللي كاينين هنا محيدين لهم السم هادو جاو جامع الفنا في الراشيديه مدينه الراشيديه الريساني وفيها الحنوشه حتى هي كالبوريون داك الشيء وتقبطوا ولعبوا معاهم ونشوفوا ما عمر شي حاجه قبطون قبطلو لعبوا معاه صغار هما والعقارب وداك الشيء وعمر شي حاجه ما شفنا لي هذا شي واحد ماشي مشكل الحمد لله داك الشيء موالفين وما كشي الناس دابا تجي تتفرج تيجيب وليداتهم تيشوفوا داك الشيء هادشي شي العاده غاديه عاده طبيعيه. كيبان لي بان هاد الترويض ديال الافاعي يعتبر من ضمن المشاهد السياحيه مشاهد حتى هو ثقافة كتأتت المشهد الفرجوي داخل هذه الساحة التي تعتبر تراثا عالميا وكما صنفتها اليونسكو. إذا هنا جميل جدا باش نلقاو أو نحافظوا على حتى على هذا مثلا هذا النوع ديال هذا الإبداع ديال هذا الترويض ديال الأفاعي ينبغي يعني أن يقنن والتقنين ديالو راه كاين باحثين الخبراء في هذا المجال هذا ديال المجال ديال الحيوانات المجال ديال الزواحف المجال ديال هكا. بالنسبه ليا كشخص يعني هذا الشيء راه سم يعني راه تيشكل خطوره بالنسبه للانسان بالنسبه للدراري الصغار. بالنسبه ليا ان هذا المروضين ديال اللي كي في جامع الفنا ديال الافاعي كيشكل خطر على الناس على الساحه وعلى الناس الاطفال الصغار لانه كيخافوا منهم. انا شخصيا كنخاف من الافاعي تنقربش عليهم انا كتشوفني كندور ولكن ما تنقدرش نمشي في حداهم. وتنظن بانه الناس اللي متحكمين من في هذا الميدان وحتى مريض رزق ديالهم يعني باش انسان تجي توقف عليه تقول ليه واش كدير الاحتياطات وهذا فهمتي يمكن تادي انهم يوقفوا هذه الحرفه ديالهم. هذه الحرفه اللي هي مهمه لهم يعني مراكش ما كاينش بزاف الامكانات للناس وكنظن شويه تاطير شويه يهضروا مع الناس كيفاش يتعاملوا مع المخاطر ديال هذا الشيء ما كاين لاش يحرموا لهم رزقهم. ما يمكنش نقضي انا على جميع مثلا المشاهد الثقافيه او المشاهد هكا اللي كتاتت الساحه ديال جامع الفنا باعتبار العولمه او باعتبار العصرنه او باعتبار كذا. فقط ان ينبغي ان كما قلت انه ينبغي ان نعيد اعاده النظر مع هذا مع الحفاظ على الاصاله ديال هذا المشهد الثقافي التعددي اللي كاين عندنا في الساحه ديال جامع الفنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.